نحن اليوم في إحدى مخيمات النزوح في ريف إدلب الجنوبي، حيث يعاني هؤلاء النازحين من أوضاع معيشية صعبة في موجة الحر التي تجتاح هذه المنطقة. كما نلاحظ هذه الخيام منتشرة بين الأحجار والصخور. كثير ما عانى وشكى هنا النازحون الذين هجروا إلى هذه المنطقة من الدواب الأرض، من الأفاعي والعقارب وغيرها، بالإضافة إلى نقص في كميات المياه التي يحتاجها المواطنون أو هؤلاء النازحون هنا في فصل الصيف مع الحرارة المرتفعة بشكل كبير، كما يحتاجون إلى منظومات إسعافية أو طبية أو سيارات إسعاف متنقلة طبية تلاحق أوضاعهم هنا وتلاحق أوضاع الأطفال بالحالات التي يعاني منها أو الأطفال في ظل الحر الشديد، إن كان من الإغماء أو من الإسهال أو من لدغات دواب الأرض هنا، إن كانت من العقارب أو الأفاعي. نحن اليوم في هذه الجولة هنا في مخيم الدانة بريف إدلب الجنوبي بريف معرة النعمان الشمالي. سوف نلتقي هنا بعدد من النازحين والمهجرين ليطلعونا على أوضاعهم المعيشية. تابعونا. احنا من حدحمة نازحين، صار لنا 8 سنوات ما جبتوني شيء، دهجنا بهالشول، عجارب، حيايب، مرض، كل شيء علينا، والله مستوين سوي، لا جبتوني شيء يا ابن اخوي، لا غزيتوني، والله اطفال عندنا مرضانة، عجايز مرضانة، شياب مرضانة، كنا مرضانين، والله حق دواء ابن اخوي معنا، لا والله، والله الهز عندنا شايب اللي ناخذه على الدكتور معنا دواء، هنا حق دواء. صار لنا سنتين هنا، هذا بس هنا من عدا بالقراية وبالحمة الشمال، صار لنا 3 سنين مدري 4 نازحين بهالشول وطايرين. وكل ما ننزل مطرح تجينا الطيارات والغنابل والصواريخ، نقوم ونطفش. لا لهنا الحزينة صار لنا من عمل أول مركزين هنا أشوة، ما يجونا جاي تحوم فوقنا يطيرون عقولنا. اي والله تضرب حولنا وحوالي. احنا من سروج محتاجين كل شيء ذاحج يا ابن اخوي، والله ذبحتنا ذبح الشوما عليه غير مشمع، وهلا هالقصدير هذا حطونا بشته، وكيلك الله ذبحنا السو ذبح، والله ميتين من جلت الموت الطيبين، والله العظيم ايش ننسى، ايش بدينا، ما بدينا شيء، يجون يسجلوننا نجيب لكم كذا نجيب لكم كذا نجيب لكم. طيب اذا اليوم مثلا صارت عندكم حاله قرص افاعي او عقارب او كذا، كيف انتم بتدبروها؟ كيف يذبحونها؟ تفزع عليها العالم، الحية الكبيرة يقوسونها يذبحونها، والعقرب يقتلونها بحجار بعمود بشيء يقتلونها، ايش نسوي يا ابن اخوي؟ طيب متطلباتكم الأساسية اللي أنتم محتاجينها هون كنازحين كمهجرين بهاي الخيام، شو أكثر متطلبات لكم؟ من كل شيء ناقصنا، من كل شيء التغذية ناقصنا، من البراك يا دحج، والله نهاية ما أخذتناها قطمة والشوب ذابحنا، متقمرين تقمر دحج كاشخينها من مغارب تاجينا قطمة هواء، مشان الهواء والمي ساخنة ومعون معدن غير هجريكل هذا نعبيها البدون، إيش نساوي؟ يعين الله. اي أيوة والله، مع السلامه ابي. اذا مشاهدينا الكرام، كما لاحظنا هذه وقفه على متطلبات هؤلاء المهجرين الذين هجروا اكثر من مره، كان تهجيرهم الاول من ريف حماة الشرقي والشمالي الى مناطق بريف ادلب الجنوبي، ثم هجروا مره ثانيه ونزحوا الى هذه المنطقه بريف ادلب الجنوبي. احتياجاتهم كثيره، هذه الخيام هي بحاجه الى كل المساعدات، كما ذكر هؤلاء المهجرين يحتاجون إلى رعايات طبية، يحتاجون إلى مياه، يحتاجون إلى حمامات أو دورات مياه، كل ما هنا هم بحاجة إليه بسبب سكنتهم في وسط هذه الصخور. كان معكم معاذ العباس، شبكة بلدي نيوز.